السلام عليكم الخاص كما كيصلح الله الرحمن. حنا كنتواجدو دابا في كوزينة غادي نعملو لها واحد ديكور شي حاجة زوينة كما كتلاحظو معانا. الجري شفين وقف وكاينة ديك البودرة. المهم تبعو معانا هاد الفيديو وتشوفو الطريقة كيف عندنا كيكينة عملنا البورتوزات ديالنا اللي عندنا اليوم الرواجل. هذا هو الكير ديال الكوزينة. الكوزينة جات حدا التيراس، من صلاح التيراس نصوبها لنا. كيجي حدا الصالون بعد ما خدمنا الصالون هذا اللي هو هذا. بعد ما خدمنا الصالون كاينة حدا كتواجد حداها الكوزينة. الكوزينة اللي هي وكاينة السيجو، السيجو اللي هو هذاك اللي انت هو قدامي. في البداية كما كتلاحظو دوزنا واحد الطابلة ديال 30 اللي بها باش غلفنا داك الفندق. راه كاينة واحد الصرية مع الجنب هي هادي اللي كتشوفو، هادي غلفناها يعني وعاد غنطلعو باش ميكونش بلافو حاني يعني باش نروحو العلو. يعني ضربنا الطابلة ديال الجنب غلفنا الفندق ونطلعو نعملو ديكور في نفس الوقت نربحو العلو. كما كتلاحظو من بعد ما ضربنا الطابلة ديال الجنب طلعنا 20 سنتيم، هنايا طلعنا 20 سنتيم باش نربحو شوية درهم. غطينا ديك الفندق كيما كتلاحظو ودابا غادي نطلعو. هنا لي طومبي ديالنا هو هدا، غنطلعو 20 سنتيم باش عاد نشدو بلافو وعاد نبداو الديكور ديالنا. وهذه هي الشكل اللي غنستخدمو في الكلوار. غتشوفو معنا الكلوار في الاخر، خليكم حتى اخر فيديو تشوفو كيفاش غيطلع حتى الكلوار. هذا هو المكان، الكلوار فيه شي 7 ديال المترو يعني مشاو دار. المهم في اخر فيديو غنوريكم التصميم الاخر ديال الكلوار. غتشوفو معنا الكوزينه على شكل ال كيفاش غتطلع حتى هي. المهم فيديو ماشي طويل بزاف ولكن مفيد. من بعد ما شفتو معنا السيجو بلافون ديالنا، الطريقة ديال التغليف هي هادي الخوص. كنجيب الكورنيزة ديالي هي هادي، في الكورنيزة فيها واحد الحريف من تحت ومن فوق وفيها الاس. الكورنيزة هادي كتجي مقبولة الخوص، ماشي كورنيزة يعني كتمشي مع الديكورات ديال الليد وهادي. يعني تا ملي كتعمل لها شي يعني كضربها بالبياط أولا كتعمل لها أي حاجة يعني كيجي معها يعني أي حاجة كتمشي معها. هي هادي نقرب لكم الصورة تشوفوها، كيجي فيها واحد الاس وكيجي لها حريف من تحت وحريف من فوق. قلنا باش كان ومن حتى نهرسو حتى داك الطلوع بزاف. دابا داك الطلوع اللي طلعنا بزاف داك الفندو اللي مع الجنب هو اللي حكم علينا، لحقاش ضروري خصنا نضربو الفندو ديالنا القفص على حساب داك الفندو باش الجلي خصنا ضروري باش نغطيوه. وما بغيتش نغلق يعني على حساب داك الفندو نعمل الديكور باش الكوزينه عاد تجي ضيقه. اختاريت نعلي شويش باش نربحو كما قلنا في اول فيديو نربحو شويش المسافه. الال ديالنا هي تراسينا، الكورنيزه هي دايره مع الجنب كما كتلاحظوا. الال فيها نعملوها يكون هذا الال هذه غيكون فيها الاضاءه ديال الليد دايره من يعني من الجنب ديالها كامل. وكذلك هذه الكورنيزه اللي كتشوفوا هذه راه دايره غتكون فيها الاضاءه ديال الليد. دابا كتلاحظوا معنا نوريكم الطريقه كيفاش كتفيكسي هذا الليد يعني بهذا الشكل هذا. كتراسر الال يعني عمرنا بها الال هذه، عمرنا بها الوسط وتا هي هبطنا واحد 7 ديال السنتيم جات هابطه باش نقربوها من الكورنيزه شويه. الكورنيزه يعني كما شفتوا طلعنا بالسقف واللي هبطناه باش الديكور نقربوه من بعضياتهم. وانتم كتلاحظوا يعني في نفس الوقت هرسنا ديك الفندق ما بقاش مع الجناب وربحنا المسافه ديال العلو، وفي نفس الوقت رجعنا ديكور. يعني احنا ما يعني الاهم ديالنا عندنا هو يعني نربحوا جوج حاجات، الديكور والعلو بجوج. جينا الديكور زوين وفي نفس الوقت نربحو العلو، المسافة يعني تبقى الكوزينة تبقى عالية. والطريقة ما كندوزو الليد كنبداو نغلفو يعني الليد من الجنب كنبداو نغلفو على الليد يعني من تحت كما كتلاحظو. يعني كنعمل بوروشونات كنعمل فيلاص باش كيجي التغليف صحيح. كاين يعني تقدر تغلفو غير بالعجنة تقدر يتغلف، يعني كاين انا كنعمل يعني كنعمل له بوروشون كنعمل فيلاص زايد هكذا باش كيتحك مزيان وكيشد مزيان يعني حتى داك الشق ما كيتشقش. هادي من ناحيه يعني الطريقه ديال الفيكساجي هادي كنستعمل هاد القطبين باش ما كيبقاش الولد اللي خدام معاك شاد مثلا الطرف ومحان معاك ومعذب. كنعمل هاد القطبين فيها من الواحد، طريقه سهله ديال الخدمه وفي نفس الوقت ما كتعبش الانسان اللي خدام معاك. يعني كتسمن اللويحه فيها هاد القطبان هادو كيكون فيهم 2 متر 2 متر 10 متر 90
هذا الحديد ديال العشرة، يعني كاين الإخوان كيبقاو يسولوا هاد المسائل بحال هادي، ونعطيكم معلومة دي. الحديد ديال العشرة القطيف بين 190 حتى 2 متر على حسب السريرة اللي كتخدم بيها وعلى حسب الطريقة ديال الخدمة ديالك. وكتخدم بطريقة كتخدم مرتاح، في نفس الوقت الطرف كيجي معاوط، يعني ديك اللوحة هي كتقد الطرف، مين كتفيكسيه بالقطيف ديال الحديد هي اللوحة كتجي مقادة وكتعوض الطرف، يعني أما تبقى شاد الخدام كيبقى يتزعزع له الطرف وكيزول على براسو مكيبقاش مضبوط في المكان ديالو. المهم نوريكم، يعني كاينة بين الإخوان يعني يديو فكرة يعني الطريقة ديال العمل كيفاش كتكون الطريقة ديال القلب. ودابا كما كتلاحظو كنبداو المرحلة ديال الفينيسيون، كنبداو نفينيو يعني الإل ديالنا وكنفينيو الكورنيزة، حنا حتى كنركبو كلشي عاد كنبداو نفينيو في مرة واحدة، كل واحد كيف طريقة الخدمة ديالو، كاين اللي كيبقى يركب حاجة ويفينيها. والكوزينة ديالنا هي جاهزة، الخص في الخارجة ديال الكوزينة عندنا واحد الفندق اللي كيفاش كما كتلاحظو راه الكابل ديالو أيجي فيه سبورطاس، واحد ثلاثة ديال سبورطاس كيجي رائع. الإل ديالنا هي هادي كيجي فيها الإضاءة ديال الليل، والكورنيزة دايرة مع الجناب، مي عاد شعل الضو وعاد الصباغ غيكون شكل اخر، وغيكون يعني شي حاجة ديرها راه من هاد الديكور هذا اللي كيكمل حتى كيشعل الضو وكيتقطعو لي سبورطاج ديالو، عاد كيعطي الجمالية ديالو اللي تخدم على اساسها. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو الخاص السيجور اللي قلت لكم غتشوفوه معنا في اخر فيديو، هو هاد المربع هذا راه فيه اللي داير مع الجناب، ديك الليد ما عاديش شعل اي شعل في وسط الزواقه بحال اللي يضوي ديك الزواقه اللي عملنا، ديك النقشه عملناها خفيفه قريبه للصالون كما لاحظتوا الصالون، شفتوا معنا الصالون من قبل كيفاش خدمناه، عملنا شي حاجه اللي عادي يعني ما تجيش متقله بزاف، يعني مناسبناها مع الصالون في نفس الوقت ماشي متقله، كيجي لها داك الليد هاد الحاشيه المرا المستطيلات كاملين الحاشيه ديالو ما تكون ضاويه بالليد، وديك الضوء يكون كيشعل في وسط الزواقة. أتمنى تكون عجبكم الفيديو، تبارك الله عليكم. واللي كان فاتو يعني هذا التركيب ديال هذا، حنا كنا عملنا هذا التركيب جوج غرفة جوج ديال البيوت كنا عملناهم فيديو واحد، وهذا يمكن شي واحد فاتو هذه اللقطة ولا ما شافش الطريقة كيفاش تركب الخشب ديال الليزر في هذا البيت، شوفوا معنا كيفاش ركبنا الطريقة كيفاش تركب قطعة كبيرة يعني مربعة. هذا المربع هذا اللي ما عرفش شحال فيه، يعني فيه 88 كاريه يعني متر 88 سنتيمتر باش الانسان يكون عنده تا العبارات يعني يكون ياخذ فكره. كاين الانسان كيقول لي واش كان المربع كبير واش وجدك ينزل لي معوط واش ما يجيش مقاد، تما كتلاحظوا يعني المربع كبير كيوقع حتى مشكل مي كنزلو راه دابا راه كيتفكس في المكان ديالو كنبقى نحرك كنشدو بلاصتو، الا كانت شي حاجه ولا هادي كتنفط ملي كنضرب ديك الضربه كيتنفط. تبارك الله عليكم الخوت، تحياتي.